النجاة تمسك به واعتصم واكتفي. فهيا إلي تعرف علي تعرف علي. ليه متى بعيد؟ كم مرة يا لك هالشك؟ تسوي الخطوة وترد تعيدها وتقول كنا غلط، يمكن مو كافي. تبي ترتاح من هالفكرة بس مو قادر. تمر علينا أيام مشاعرنا مو مستقرة، فتبدأ تشوش على أفكارنا، وتالي تشوه نظرتنا للحياة، والنتيجة تغيير سلبي في تصرفاتنا وطريقة معيشتنا. مهم نكون واعين عشان ما ننسحب في منحنى احنا بغنى عنه. ربي ما خلانا كذي، عرفنا على اسمائه وصفاته لتصبح نفوسنا مطمئنة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الفكرة الوسواسية القهرية Obsessive Compulsive Thought. أول شيء بقوله لكم، إحنا ما قاعد نتكلم عن مرض الوسواس القهري أبداً، إحنا قاعد نتكلم عن أي حد ممكن تجيله فكرة ويمشي معها. شلون تبدي هذه الفكرة؟ أولاً تبدي تكون Impulse، يعني خاطرة. بعدين هذه الفكرة يبدي وراها الفكرة تبدي تصير تحن لما تتحول إلى شيء فكرة قهرية، تصير compulsion. يعني الواحد يحس إنه أبي صح، أنا ما وصلت فأنا لازم أرد أغسل هني. من الأساس يتلك الفكرة، من الأساس يتلك الفكرة، لا تعطيها اهتمام. كأنك ما وصلت، لا 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 إن شاء الله وصلت، إن شاء الله وصلت، بس خلاص. إنزين، وعشان تعرفون إن هذا الموضوع كان موجود من أيام الصحابة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة يسألونه. أحد الصحابة ذهب للرسول صلى الله عليه وسلم يشتكي له، يقول له يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي أربع. يعني يقول له يا رسول الله الشيطان ذبحني بالوساوس، حال بيني وبين صلاتي وخشوعي، كل ما أقرأ يقول لي رد أقرأ، ما قريت الفاتحة، ما قريت صح، عيد عيد. يقول أوصل لي أربع مرات أقرأ الفاتحة. إيش رد عليه الرسول عليه السلام؟ ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا. فقال الصحابي فعلت ذلك فأذهبه الله عني. الله أكبر. ترى هذه يعني يمكن من السنة المهجورة اللي الناس ما تعرفها. تدرون إن الواحد بالصلاة إذا بدت تدش عليه الوساوس وعيد وكأنك ما ركعت وكأن ثلاثة ولا أربعة وكل أنواع الوساوس اللي تيجي بالصلاة، لازم الواحد يعرف إن في شيطان متخصص حق وساوس الصلاة، يبي يخرب عليك صلاتك، اسمه خنزب. شو تسوي عشان تطرده؟ هذه وصية نبوية، ويكون عندك يقينا انه راح يختفي. شو تسوي وانت بالصلاة؟ ها، تلف على يسارك وتنفث ثلاث مرات وتعوذ من ابليس ثلاث مرات، خلصنا. فاحنا الحين عرفنا شنو مصدر هالوسواس، الشيطان. لازم نعرف ان الشيطان هو جهاز رسالة، زين، فقط، وانت المستقبل، عاد أنت عليك إيش تستقبل وإيش تخلي. طبعاً الشيطان يقول لك بعدين يوم القيامة، الوقت اللي هو يعني خلاص ما في فايدة، ها خلص العمل وكل شيء، يحسفك. شي يقول لك؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر، ها وقت يوم القيامة، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم
فأخلفتكم. يعني من الأساس قاعد يقول لك ربي ترى وعدك وعد حق، بس أنا من الأساس ترى وعدتك بالدنيا ويعيدهم ويمنيهم وزينت لك وخربطت لك، بس فأخلفتكم، أخلفتك هذا الوعد. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ترى أنا ما علي سلطان عليكم، أنا دعوتكم أنتوا استجبتوا، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. تبي تلوم وتلومني أنا، لوم نفسك ليش استجبت لي. فمعناته أن الإنسان لما يعلم مصدر هذا الوسواس لازم يصير عنده تصرف ويقظة مباشرة معه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني لو بس طائف وسواس كذي بسيط يتذكر فإذا هم مبصرون. إنزين الذكر هني، التذكرة هذه لازم يصاحبها شنو عشان صج أنت تطرد الشيطان؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ترى والله مهمة، على أن إحنا نطالع يعني أنه هو ذكر بسيط، لا. تدري شو يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ أعوذ يعني ألجأ وأستند وأصمد إليك يا الله. فأنت تقول أعوذ بالله يا ربي، أنا ألتجئ إليك من كل اللي أذيني ويخوفني. من منو؟ تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اسأل الله باسمه الصمد، اسم عظيم، أن يعينك أن تصمد أمام هذه الوساوس فلا تضعف. عشان تطمئن هذه النفس وتعلم بأن هذا الوسواس مو شيء خلاص ما راح أقدر أتخلص منه وراح يخرب علي صلاتي وحياتي ودنيتي، فإيش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. شنو يعني؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد يقولنا أن الحمد لله ترى كيد الشيطان بس بالوسوسة. يعني أنت تستجيب ولا ما تستجيب، ما هو ماكو شيء يقدر شذي إيه ويقهرك قصبا عليك لازم تسوي الشيء، فكيده بس وسوسة، أنت شو تسوي؟ الله سبحانه وتعالى يقول لنا في آخر سورة في القرآن يختتم فيها كتابه، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. أنتم متخيلين أن الله سبحانه وتعالى قاعد يتكلم عن نفسه 3 مرات، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. معناته أعرف أن ترى اللي جايك شيء بالله أنك أنت تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، إنزين، اللي هو ربك وملكك وإلهك. فالله سبحانه وتعالى لما يقولنا من شر الوسواس الخناس، تعرف شو يعني خناس؟ يعني رب العالمين وهو يقول لك أن استعيذ من شره قاعد يطمنك، قاعد يقول لك ترى هو خناس. شو يعني خناس؟ يخنس، يخنس أمته، يخنس يعني يضعف، يعني يموت أمته، يطفي. لما تذكر الله سبحانه وتعالى قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يخنس الشيطان. دائما شو يقولون بالهذا؟ يقولون challenge the thought، تحدى هذه الفكرة، يبها حطها اكتبها، قول أوكي أنا شنو الوسواس اللي قاعد يجيلي؟ قاعد يجيلي كل مرة بالوضوء أعرفهم، قاعد يقول كمل الوجه، ما أدري شنو سو، أوكي 1 2 3 هذولي ما راح أسويهم، نقطة. فإحنا عشان نفتك من هذا الوسواس نبي نحيي هذا القلب بذكر الله سبحانه وتعالى فيعيننا أن تموت هذه الوساوس. فاسأل الله باسمه المحيي المميت أن يحيي قلبك بذكره وأن يميت الوسواس من قلبك. بنت بدت عندها فكرة إن كل ما آكل بشيء لازم أتأكد من نظافته،
الشوكة اللي بتاكل فيها لازم تمسحها شوية، الصحن تنظفه شوية على جنب. مع الوقت بدأ يزيد عندها هذا الوسواس، صارت تنظف الصحن كله، القفشة كلها، الشوكة كلها، صارت مو بس تنظف شغلها، صارت تنظف لو هم بيطلعون مطعم نظفت الحين شغلها اللي بتاكل فيه، تطالع صحن اختها كنا صحنك وسخ، انا اظفلك احسن والله صدقوني جراثيم وهذا. احنا ايش ضمننا من نظافه المطاعم؟ طبعا هي الفكره قاعده تغذيها كذلك بقناعات عشان انه يعني انه صح ترى جراثيم وترى نظافه، وان الناس هم اللي ما قاعد يشوفون هالشيء، انا النظيفه اللي اعرف فانا قاعد اساعدكم يعني. بس بدا الشيء يزيد اللي حتى الناس اللي معاها بدت تطفر اني فلانة خلاص نظيف لا تحاتين، ما زي خلي يصحوننا ما عليك نظفي شغلك بروحك. فكل يقولوا لها الله يعينك اذا تزوجتي وعيلتي ماش بتلحقين وش تلحقين. وصج يصير اليوم اللي تزوج وتعيل ويلهى الوليد الشيطون اللي في عيله وهذا، فكل ما تطلع وياه ويروحون ويقعدون بمطعم طبعا بس يحطوا له ويبته يعني عشان ياكل مباشره، لحظه حبيبي دقيقه انظف وسخ، ما يوهلها دقيقه واحده، تسحب من القفشه بتنظفها ما باكل يلا، وتسحب يطيح منه اكل على الارض، سهاله اخذ من على الارض واكل وهي بتموت. قعدت تحطم، قعدت تشوف شي جراثيم تركب على ولدها من كثر ما انه. مع الوقت صارت مضطرة أنها هي تتقبل هذا الوضع، وشوي شوي قعدت تحدى فكرة أنه عادي كاهو حي يرزق مو مريض ما في شيء. بدأت تستوعب أنه ترى أنا اللي يتني خاطرة مرة، اتبعتها بسيل من الأفكار، دعمتها بقناعات، بدأت يلي مشاعر أنه أنا لازم أسوي هذا الشيء ولازم أنظفه هذا وسخ، طلع كله من نسج خيالي ماكو شيء. مع الوقت اللهم لك الحمد تخلصت من هذه الفكرة لأنها تحدتها فارتاحت. شلون معرفة الله سبحانه وتعالى تعيني على تهذيب هذه الفكرة؟ 1، تعرف على الله باسمه الصمد فتصمد إليه، استند إلى الله سبحانه وتعالى وقل اللهم قوني أمام هذه الوساوس. 2، تعرف على الله باسمه المحيي المميت فيحيي قلبك بذكره فيميت الوسواس في قلبك. أدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء اللي هو من أذكار الصباح والمساء، نقول اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كم ضل عبدك يا إلهي فاهده بهداك يا ذا الهدي والإحسان، يا من أحاط بكل شيء علمه، ضعفي علمت وذلتي وهواني، رحمك لم أقصد سواك وغايتي، قلب يضاء بحبك النوراني، مولاي كل اسم يطمئن خافقي، يخشاه بالتقوى.